التوفيق والنجاح في مسارك العلمي. التوفيق أقول في بعد مرور سنوات من الإدماج المهني، ها نحن اليوم قد استفدنا من مقرر التوصيم لدى مؤسستنا العمومية. إن شاء الله سنسعى جاهدين لتحقيق ما نصب إليه في هذه المؤسسة. نطمئن شبابنا المتعاقدين في إطار هذا الجهاز أن هذه العملية مستمرة من خلال الجهود التي تبذلها مديرية التشغيل بالتنسيق مع مختلف المصالح ومختلف الهيئات والإدارات العمومية من أجل إدماجهم بصفة نهائية.